مع التطور الهائل في مجالات الحياة بشكل عام والتقنية بشكل خاص، يواجه الإنسان عدة تساؤلات وتحديات فيما يخص منصات التواصل الاجتماعي. كمية المعلومات الداخلة والخارجة للعقل البشري هائلة لدرجة تدفعنا للتساؤل، إلى أين سنصل؟ ما علينا، جهز فنجان قهوة أو شاي حسب الرغبة، وقبلها اشترك في القناة وقم بتفعيل جرس التنبيهات، وتعال معاي نتكلم شوية عن صناعة المحتوى. في البداية وببساطة شديدة، فإن المحتوى هو شيء يمكن التعبير عنه من خلال بعض الوسائط مثل الكلام أو الكتابة أو أي من الفنون المختلفة للتعبير عن الذات والتوزيع والتسويق أو حتى النشر. المحتوى الرقمي هو ما يهمنا في يوتيوب، وأتمنى توقف الفيديو شوي وتمر على محتوى القنوات اللي تقوم بمتابعتها علشان تتضح الصورة عندك أكثر. خلاص الحين شفت بعينك وسمعت بإذنك، المطلوب الحين إنك تمسك ورقة وقلم وتسجل النقاط التالية. اللغة المستخدمة في المحتوى ينبغي أن تعبر عن ثقافتنا وسلوكنا والمجتمع الذي ننتمي إليه. بالعربي الفصيح، إذا كنت تستخدم اللغة العربية فالمفترض أن تكون اللغة العربية سليمة خالية من اللحن، وتكون بعيدة تمام البعد عن الأخطاء الإملائية والنحوية، حفاظا عليها من الاندثار وتشجيعا على نشرها. أكثر ما يغيظني هو أن أجد تلك الكوارث اللغوية التي تجعل اللغة تبكي على زاوية مظلمة، وحيدة يتيمة تركها أهلها لمصير مجهول. وهذا لا يعني بالضرورة أن نمنع استخدام اللهجات الدارجة، ولكن ليس على حساب لسان الضاد. أن يكون المحتوى مصحوبا بمعلومات دقيقة أو يشجع على النقاش المثري والبحث والمطالعة. من المؤسف أن أرى البعض يحاول أن ينشر ثقافة سطحية مليئة بالكوارث المعلوماتية بهدف الحصول على مشاهدات عالية أو تحقيق الكسب حتى على حساب المعرفة والثقافة. البعض الآخر نراه يتصدر مشهد السخافات والأفكار السطحية رغبة منه في الحصول على مكاسب وقتية آنية لا تلبث أن تذهب أدراج الرياح عند أول اختبار حقيقي للمصداقية. اقرأ، ضع خطة للعمل، ابحث ثم ناقش. من السهل على أي واحد منا أن يمسك جهاز هاتفه المحمول أو آلة التصوير ويقوم بصناعة محتوى رقمي على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن هل ذلك المحتوى يصلح للنشر؟ هل يستحق أن نعطيه من وقتنا تلك الدقائق المعدودة؟ الإجابة تختلف باختلاف الأمزجة البشرية، ولكن هنالك نقطة مهمة: لا تجعلوا من الحمقى مشاهير، لأن من سيدفع الثمن هم أبناؤنا في المستقبل، ولكم حرية الاختيار. الأدوات تساعد لكن ليست كل شيء. قد تمتلك يا عزيزي أحدث التقنيات والأجهزة والأدوات، ومن المتوقع أن يكون لديك شريحة واسعة من المتابعين والمريدين، ولكن كل هذا لا يساوي شيئا أمام فكرة المحتوى. أجل، الفكرة هي من ستقدمك للناس. الكلام المنمق وملاحقة الترند والركب على الصراعات اليومية المتجددة لا يجعلك صانع محتوى جدير بالثقة. تذكر قوله تعالى في سورة الرعد:
فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العظيم. لا تكن كالزبد يذهب هباء منثورا، كن نافعا للناس لتبقى ذكراك راسخة في الأذهان. لا تنشر الخرافات وأساطير الأولين، ولا تستغل جراحات الآخرين. أسوأ ما نمر به هو أن نتخلى عن إنسانيتنا لتحقيق مآرب ذاتية وقتية. شخصيا لا أثق في من يتسول المتابعة ويتوسل المشاهدة على حساب قضايا إنسانية أو كوارث طبيعية، ولا أريد الإطالة في هذا الجانب، لأن مجرد التفكير فيه يثير لدي الغثيان. وإنت تشرب قهوتك في فنجانك، تذكر أن طرق أبواب الشهرة لا ينبغي أن يكون على حساب ذواتنا الإنسانية. طابت أوقاتكم.